وجسد حقيقة الصدق والأمانة فأوتي الشفاعة بإذن الله وأكرم بحادثة الإسراء والمعراج ليعرف قدره وجزاءه. مجالات الأخت أعطتنا بعض مجالات العمل التطوعي اليتيم وما إلى ذلك، ثم قالت على أن العمل التطوعي المبني على الفرضانية مآله الموت، وأن العمل التطوعي هو عمل مؤسسات. وكذلك قالت على أن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم إنما بعث ليتمم مكارم الأخلاق، وبعثته كانت ليتمم هذه القيم وهذه الأخلاق. ومن مكارم الأخلاق أن ينخرط الإنسان في العمل التطوعي وأن يعيش للغير وأن يدخل البهجة والفرحة على الغير وأن لا يعيش لنفسه. العمل التطوعي هو السبيل لحضارة الأمم، فلا تقدم ولا رقي لأمة أفرادها أنانيون متواكلون يعيشون لأنفسهم. نشكر الأخت جزيل الشكر، والأخت ربما نفتحوا جوج مداخلات فقط لأنها متبوعة بالسفر فقط. السلام على المبعوث رحمة للعالمين. سعداء جدا أستاذة الكريمة أن تكوني معنا في فعاليات مهرجان الرابع للسيرة النبوية، وسعداء أيضا أن تتحدثي عن هذا الموضوع الكريم وهذا الموضوع العظيم الذي ينبغي أن يكون شعارا لكل مسلم يريد الخير للأمة ويريد الخير للإنسانية. شكرا جزيلا على رسالتك في هذه المداخلة، هذه الرسالة العميقة التي تدعونا جميعا إلى مراجعة مجموعة من الأمور ونحن نشتغل في العمل التطوعي. في الحقيقة أذكر بقضية ثم أسأل الأستاذ الكريم حتى لا أطيل. يعني القضية الأولى هي التحفيزات التي ذكرتها الأستاذ الكريمة، فعلا هي تحفيزات عظيمة. اليوم الدراسات النفسية تتحدث عن كون أن العمل التطوعي يصنع سعادة الإنسان، ربما هذا هو الباعث الذي يجعل الإنسان الغربي يعني يتوجه أو يتجه رأساً إلى الانخراط في العمل التطوعي. نحن عندنا حوافز كثيرة جداً، كافي اليتيم في الجنة، القرآن يحدثنا عن استجابة الدعاء بناء على فعل الخير، عندما يحدثنا القرآن عن استجابة دعاء زكريا يقول تعليقا على استجابة للدعاء إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. حدثنا عن موسى عليه السلام عندما ذهب إلى مدين وسقى للفتاتين ثم ركن إلى الظل يخلص العمل لله عز وجل. حدثنا الآيات أنه أكرمه الله عز وجل بالأمن وأكرمه بالرزق وأكرمه بالزوجة، حوافز يعني دنيوية وأخروية يعني تدعونا إلى أن نكون سباقين إلى العمل التطوعي. سؤالي أولويات العمل التطوعي، كيف نرتب هذه الأصناف من الأعمال التطوعية؟ ما الأهم وما المهم وهكذا. ثم سؤال ثاني لو سمحت الأستاذة الكريمة، هو باختصار سر نجاح تجربة العون الإغاثة كمصباح مضيء في تجربة التطوعية المغربية؟ إن ربما حدثتنا عن تجربة SOS الغربية، ولكن نحن اليوم نتشرف ونحن في منطقة الشمال بتجربة العون الإغاثة في احتضانها للأيتام، بل واحتضانها ربما لكل أيتام مدينة طنجة. سر النجاح باختصار على ذلك يكون نبراسا لنا وعنوانا وشعارا
لنا ولأبنائنا كي يفكروا بجد في عمل تطوعي ناجح وجاد.